الحياة حلوة بس نفهم شوف شو البيرة هاي واي طيبة عنا تحت بحطوا 95% ماي واحد بالمية الكحول صاروا 100% وما بعرف يا زلمة شو محمد يا بي قاعد عم تشرب؟ طيرت لي السكرة لا يا بي ما عم بشرب هي كولا شو اللي فايحة ريحتها لعندي لا هي اكسبايرد يا بي مشان هيك ريحتها طالعة مشان شي بس يا بي شو جابك هيك فجأة لعندي مو انت بالشام هيك بيستقبلوا ابوهم بعد غياب 7 سنين؟ لا يا بي مو هيك القصد بس يعني فاجأتني كتير بس والله العظيم اني مشتاق لها كتير وبدي ايدك لبوسها وبدي رضاتك تبقى تسأل ليش ما ابني ما سألت عن اخوك سامر؟ صحيح كيفه اخي سامر؟ والله العظيم اشتقت له صحيح أخوك. تركته هالقد قده بس عن جد اشتقت له تركته صغير هالقد قده بس ما شاء الله عنه كبر وخرج ببكالوريا وصار الاول على الجمهورية ورفع راسنا آخ لو المرحومة أمك تيجي تشوف هذا المنظر اللي قدامي وردي عم بيرفع راسي والله أنت يا ابني طمني شو أخبار الماجستير معك الماجستير كتير منيح منيح يا بي تخرجت أنا محمد طلع فيه صحيح تركني 4 سنين بس بعرفك لساتني بعرف أنه لما بتكذب ما بتقدر تطلع بوشي محمد أنت ما تخرجت محمد ما بتستحي من حالك معقول انت هيك وشفت رفقاتك وين صاروا وانت وين شو ما انك مستحي من حالك لك يا بي كلنا بالهوى سوا شلون يعني هي كلياتنا بالهوى سوا لك لا انا ولا رفقاتي عم ندرس كله عم بيكذب على اهله كله عم بيكذب على اهله لك يا ابني شو عم تعملوا بحالكم ضيعتوا أهلكم، ضيعتوا عمركم، ضيعتوا مال أهلكم معقول هيك يا ابني؟ ولك يا ابني كل شيء بهالدنيا له حقه ولك يا ابني نفسك إلى حقها ولك أهلك إلى حقهم ولك والدتك الله يرحمه إلى حقها ولك الياسمين فوق قبره إلى حقها ولك الشقيقة فوق قبر الشهيد إلى حقها ولك بلدك إلى حقه ولك يا ابني ما شفت شو عم بيصير فينا ولك يا ابني زنكي صار عم يتبرى من صلاح الدين والقدس ما عاد عنها حطين والأرز صاير عم بيكره الياسمين ولك يا ابني ولك يا ابني زهر اللوز عم يندهلكن ببيسان والأرز صار عم بيهاجر من لبنان ولك يا ابني العفرات ما عاد في سمك صاروا حيتان ولك بالشام عم بيبكي الياسمين ويدبل الرمان ولك يا ابني شو بيبقي من هالوطن إذا ضيع حاله هالإنسان